نحن أبناء قبيلة السواعد ندين ونستنكر العمل الإجرام الجبان الذي طال المهندس علي حميد عاتي الساعدي، ونطالب الجهات المختصة بأخذ مجالهم بالقانون لكشف الجنات وتحقيق الأمن والأمان لهذه المحافظة. بصراحة محافظة ميسان تفتقر للأمان يعني خلال كثرة هذه الحوادث، وهذه نطالب يعني نطالب الجهات الأمنية تأخذ دورها تحقيق الأمان. حقيقة هذا الشيء يؤلم، خصوصا في محافظتنا محافظة ميسان. يعني أنا أقول كل إنسان شريف يعمل بإخلاص يتعرض إلى ضغوط والنتيجة اغتيال، فإحنا نطالب الجهات الأمنية بإلقاء القبض على الجنات وبأسرع وقت ممكن. في عملية اغتيال المهندس النزيه علي حميد عاتي الساعدي، لذا نرجو من الشرطة والجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة. طبعا ندين ونستنكر العمل الجبان اللي تعرض له معاون مدير بلدية العمارة. الحس الاستخباري والأمن الوطني بمتابعة هذه الجريمة، كوننا مقبلين على إعمار هذا البلد، إذا كان هذه البداية فلم يكون لنا أي إعمار ما طور رجال الأمن. خرج اليوم أبناء عشيرة السواعد مستنكرين العمل الجبان الذي طال ابنهم المهندس علي حميد في محافظة ميسان. الكل يعرف اليوم بالعمارة علي حميد معاون مدير بلدية العمارة، أكو اليوم عصابات خارج عن القانون تريد شغل، تريد مقاولات بالبلدية. هذا الرجل كونه نزيه وشريف تصدى لهاي العصابات، ومثل ما تعرفون هاي النتيجة.